تعرفين اسم حضرتك؟ أنا اسمي رامية محمد نجا من اسكندرية في الأساس. أنت إيه الفن بالنسبة لك بيرمز لإيه؟ طيب الفنون بالنسبة لك بتمثل إيه؟ الفن ده حاجة جميلة جدا، وهو تغذية مستمرة للإنسان. يعني لو أنا زعلانة فرحانة هعبر عن نفسي بنفسي، فهو حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي أنا، وهو هواية. رفضت خالص إن أنا تخضع لأي نوع من القوانين، ما حبيتش إن أنا أدخل فنون جميلة عشان أدرسها. أنا حبيت إن أنا أبقى بفطرتي بطبيعتي، وطبعا كان في إرشادات احتجتها من ناس متخصصين، بس هي حاجة مناسبة ليا. الفن ده أنا ما أعرفش أنا عايش فيه. طب المعرض ده تحت اسم ايه؟ المعرض ده اسمه ألوان، هو ثالث معرض خاص، والمعرض فعلا متنوع. أنا سميته ألوان عشان هو فيه ألوان كتيرة، وفيه ألوان من حاجات كتيرة من مواضيع مختلفة. يعني هو مش ماسك موضوع واحد لو حد بيتكلم عنه، لكن لا، كل مثلا 5 6 لوحات هي بتتكلم عن موضوع معين وبطرق مختلفة. يعني مثلا المجموعة اللي ورايا دي مستوحاة من وقت شغلي في مصر، الأرض الزراعية، الفلاحين، المنظر، غروب الشمس اللي كنت بشوفه دايما على النيل من المراكب النيلية اللي كنت بشتغل عليها في الأقصر وأسوان، البدوية، إن الشمس يعني دايما سايبة آثار جامدة في وشها، واللمعة اللي احنا شايفينها دي، كل ده بيحتاج سينا طبعا. طيب الرسالة اللي بتوجهها للشعب المصري من خلال الفنون؟ الرسالة اللي بوجهها بكل بساطة، أي إنسان عنده هواية ما يملهاش، وما يفتكرش إنها حاجة بينه وبين نفسه، لأ، ما تبخلش يعني على الناس بهوايتك. اطلع بره نطاق الأسرة والأصدقاء وانطلق واعمل حرية، اشتغل بكل الألوان، اشتغل بكل الخامات، جرب كل حاجة. ما فيش حد يحجزك في كورنر أو في زاوية يقول لك المدرسة الفلانية، أو أنت بس بتقدر ترسم الحتة دي بتاعتك بس.